احنا عندنا موسم روحاني والسيد وزير الثقافة جا معروض. احنا ما كانش عندنا شي فكرة اننا باش ندخلوه ولا نخرجوا ولادي. احنا عندنا موسم روحاني ديال الجدود وتتذكر فيه الله والقرآن والعائلات كيجيو من كل منطقة. راكم كتسمعوا الصربات، ولاد بابا عزوز، ولاد سيدي علي بن عزوز، ولاد سيدي عبد النبي، ولاد بابا عزوز، هادو راه كلهم احفاد ديال سيدي موسى المجذوب، وهما في خضات جاوا هنايا وجاوا لجدهم يزوروه. وراه ما احنا ما كانتش عندنا شي نيه ديال شي، ولكن لماذا لما كنوصلوا ل 100,000 ديال الزوار كيخصنا نفكروا في هذه المسائل. وحنا كنشكروا سيدنا الله ينصرو اللي عطيه اهتمام للفرس واهتمام لهذا التراث التقليديه القديمه اللي كانت في واحد الوقت مشات اندثرت، ولكن ولله الحمد هي رجعت، ورجعت بالتقاليد ديالها وبالامور ديالها، والله ينصر الملك. احنا الهدف ديالنا كان غير 80,000 ولا 90,000، ولكن لما شفنا احنا الافتتاح كان يوم الاثنين وشفنا الخميس اللي قبل منه بدات الزوار كتدخل، قلنا للسلطات راه حنا غنفوتوا 80,000 وراه حنا غادي نكونوا في 100,000. يعني حسينا انه الاثنين عمر، الثلاث ما بقات حتى بلاصه، حسينا انه كاين اقبال كبير، ولا الحمد لله انتم كتشوفوا هذا الشيء اللي كاين هذا العام. والناس الحمد لله حنا كنشكروا جميع الاخوان اللي سهروا، وحتى الناس ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء اللي وقفوا معنا وسهروا معنا، والناس ديال لاليداك رغم ان ماشي منطقه ديالهم دخلوا يساهموا، لانه علاش الناس اللي هنا كيزوروا مخيمين هما جايين من مناطق اللي تابعه لاليداك، فهما جاو تاهما الله يجازيهم بخير اخواننا ديال المحمديه، وجاو عاونونا وساعدونا باش نجحنا هذا العرس من حيث الاناره والماء والحراسه والمسائل. راه هادشي ماشي سهل، واللي قال لك العرس سهل واللي يسقي ليه الماء.